اليوم بعض الناس نقول له كم قرأت من القرآن اليوم؟ يقول والله اليوم ما قرأت شيء. متى آخر مرة قرأت القرآن؟ يقول يوم الجمعة، يوم الجمعة قرأت شيئا من القرآن. لماذا لا تقرأ يا أخي من القرآن؟ قال ما عندي وقت. لو حسبنا الوقت الذي يشتغل فيه الناس اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي، أقول لو تركوا نصف هذا الوقت لقرأوا 5 أجزاء من القرآن في اليوم. وإذا كان هذا يؤدي إلى حرام فهي ظلمة عظيمة.